بيقاسوا ليتنج اللي هي السنترال الفا دو امل. طبعا احنا عرفنا يعني ايه الفا دو امل. الفا دو امل انت هتتكلم في ايه؟ تعمل ايه في السمباثيك؟ تقلل السمباثيك. تعمل ايه في الرينج؟ تقلل الرينج. تعمل ايه في الريليز بتاع النور البنفرين؟ تقلل الريليز بتاع النور البنفرين. وبالتالي احنا عندنا في السنترال الفا 2 اجونست في دوايين. في حاجه اسمها الفا ميثايل دوبا، وفي حاجه اسمها كلونيدين. سمعناها قبل كده صح؟ كان فين؟ طيب؟ طيب ايه اللي هو ايه؟ ما يعرفش فجأة، ها؟ نكت اللي هو الكلونيدين. طب تعال بص الميكانيزم بتاع كل واحدة فيه. الكلونيدين ده واضح وصريح. هو بيقول لك أنا سنترال اند بريفرال الفا 2 اجونست. يعني ايه؟ يعني بيقلل السنتر سمباثيك اوت فلو طبعا اللي هو موجود بقى في النيوكليس تراكتر سوليتاريوس، مش فاهم معايا الاسم، موجود في النيوكليس الميدازولين ريسبت، مش فاهم معايا انا كل اللي عايزه تبقى عارف ان هو ايه؟ الفا 2 اجونست. التفاصيل دي مش عايز، دي كلها اناتومي، انا مش فاهم معايا تبقى عارف مكانه فين، انا يهمني الفارماكولوجي بتاعه. هيشتغل بريفرال، ها؟ هيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ النور ابينفرين ريليز، يعمل ايه في الرينين؟ بيقلل الرينين، يعني راجل واضح وصريح، هو الفا 2 اجونست. ما قلناش حاجه غريبه عن ايه؟ عن الريسبتورز بتاعة الالفا 2 اجنس، صح؟ الفا ميثايل جوبا بقى هو اللي ايه يعني ملعب شويه. الفا ميثايل جوبا في ناس بتقول ان هو برو دراج لازم يتاخد جوه النيورون ويتحول لايه؟ الفا ميثايل نور ابينفرين الاول. لازم يتحول جوه النيورون، ده مش في الليفر. يعني هو انتوا فاكرين كان السنسس كده، دوبا يتحول الى دوبامين، يتحول الى نور ابنفرين، صح؟ فهو الالفا ميثايل دوبا بيتاخد يخش جوه ويبدا هو يتحول لايه بقى؟ يمسك السكه دي، فبدل ما اكون نور ابنفرين اكون ايه؟ الفا ميثايل نور ابنفرين. والالفا ميثايل نور ابينفرين ده بيبقى ايه؟ عباره عن الفا 2 اجونست. بس. لكن دخوله بقى بالطريقه دي بيخليه كده يعمل شويه حاجات تانيه في بعض النيورونز. يبدا يعمل لي ايه؟ وده مش ميكانيزم الحقيقه، ده هيبقى عيب خطير فيه. ان هو ممكن بالطريقه دي يقلل دوبامين سنسور، يقلل ال 5 اتش تي سنسور سيروتونين، ده ممكن يعمل كده. وده عيب التقصير قوي، وهنشوف المشكله بتاعته لما يعمل كده. طبعا احنا فاكرين لما قلل الدوبامين نتوقع في البرين ها باركنسون، صح؟ اما يقلل الدوبامين اتوقع ان الالكترولايت يزيد، فيعني في مشاكل. طبعا تقلل ال 5 اتش تي في ديبريشن ممكن يحصل، فيعني دي مشاكل مع الالفا ميثايل دوبا. طيب تعالوا نشوف قبل ما اشوف اليوزز بتاعته، تعالوا نشوف السايد افكتس. اول حاجه في كومن سايد افكتس بين الاثنين. انت عملت ايه في السيمباثيك؟ قللته، معنى كده مين اللي خد الابر هاند؟ البار. يبقى اول سايد افكت انك انت قللت السمباثيك وبالتالي زودت شويه البارا
سمبسا. تتوقع ايه يحصل كادفرسيف؟ الاثنين ممكن يعملوا دراي ماوس. اشمعنى الاثنين يعملوا دراي ماوس؟ خد بالك ان السليفري سيكريشن دي واحده من الاورجنز اللي السمباثيك والباراسمباثيك مش عكس بعض، دول بيساعدوا بعض. فكده انت قللت السمباثيك هيحصل دراي ماوس. طيب يحصل ايه في الهارت ريت؟ بريديكاردي. يحصل ايه في السكشوال فانكشن؟ يقلل السكشوال فانكشن. لما السمباثيك بتاعك يقل والبارا يزيد يبقى مصحصح كده ولا في سيديشن؟ في سيديشن. لحد كده الاثنين متشابهين مع بعض. بس تعالى بقى ده كمان بقى الالفا ميثايل جروبا ده انا هزود عليه حاجات تانيه عشان وبرده من زياده البارا سمباثيك. هو السمباثيك كان نيرف اوف ريتنشن في الجي اي تي صح؟ طب البارا ايفاكيويشن ها؟ توقع ايه؟ دايريه. بس دي مش مع الالفا مش مع الكوميدين دايريه. طيب البارا سمباثيك كان ليه دور في الاتش سي ال ولا لا؟ بتاع الاستومك. بارا سمباثيك كان فيه ماسكارينيك ريسبتور بتطلع الاتش سي ال فممكن يعني اجريفيت الكبتيك ارسر احتمال. بس دول مش مع الكلوريد. حلو كده؟ طيب تاني حاجه دول فازو دايليت. اتفقنا في قاعده بقى في الفازو دايليت لازم يحصل شورت شورت اند ووتر ريتنشن اهو شورت اند ووتر ريتنشن في الاثنين او في الاثنين. فاضل بقى سايد افكت في الكلوريدين اللي سمعناه قبل كده اللي هو ايه؟ كلوريدين ها؟ ريباوند. فاكرين الريباوند؟ ايه الريباوند ده؟ لو وقفت الكلوريدين فجأة يحصل ايه في الضغط؟ يعني وده كان واحد من التايب اي ادفرس دراج ريأكشن. وكنا بنعالجه ازاي؟ لاما تدي كلوريدين لاما تدي الفا وبيتا بلوكر. حد قال لي طب ليه ادي الفا وبيتا بلوكر؟ ما كده بنقول البنفرين ازاي؟ ها؟ اشتغل على انهي ريسبتور؟ على الفا وعلى بيتا اللي في النار صح؟ فلازم تقفل الاثنين. قدامك حل الاثنين. لا تدي كلوريدين تاني ها؟ لا تدي الفا وبيتا بلوكر. فده اللي هو اسمه كلوريدين ريباوند. يبقى عيوب الكلوريدين هم دول حط عليهم شورت اند ووتر ريتنشن حط عليهم الريباوند هايبر تنشن. بس الحقيقه يعني في حاجه في الكلوريدين خلت استعماله يتراجع شويه. هي طبعا السيديشن اللي بيعمله وبيعمل كده شبه ايفوريا شويه. ده عيب الكلوريدين وده خلى استعماله يبقى ايه؟ اقل. لانه يعني بيتهم ان ممكن يعمل زي جهاز بيدمنه يبقى عن حال اللي بياخد كلوريدين فبيبقى صعب ان انت تخليه يوقف الكلوريدين. امال بقى الالفا سايد جروب تعالوا بقى نشوف عيوبه. ده لسه ده احنا كده الجزء الاولاني. هقلل الدوبامين ممكن يعمل ايه للعيان؟ باركنسون لايك. الدوبامين في البرين انهبيتد برولاكتين. برولاكتين ده هرمون اللي هو بتاع الرضاعه اللي بيسموه بتاع الرضاعه بس ده موجود في المين وفي الفيميل. الدوبامين بيوقف البرولاكتين. انت عملت ايه في الدوبامين؟
فالبرولاكتين ايه؟ يزيد. طب وايه يعني لما يزيد البرولاكتين؟ طبعا لما يزيد البرولاكتين بقى سواء ميل او فيميل، بالنسبه للفيميل طبعا بيعمل لها حاجه اسمها اللي هو جلاكتوريا امينوريا سندروم. يعني ايه جلاكتوريا امينوريا؟ يعني يبقى في ميلك سكريشن وهي مش تكتفي، بس الميلك سكريشن ده في غير ميعاده الطبيعي بيعمل ايه في المنستريشن؟ بيوقفها، فكده تبقى انفرتايل، فده ممكن يحصل مع زياده البرولاكتين. طب بالنسبه للميل، بالنسبه للميل مش هعمل له امينوريا، بالنسبه للميل بيعمل حاجه اسمها جاينيكوماستيا. جاينيكوماستيا دي اللارج بريست تيشو، ويعمل له انفرتيلتي برضه، فالبرولاكتين زيادته سواء ميل سواء في ميل خطر، الاثنين ممكن يقعد يعمل انفرتيلتي في الاثنين. طب قللت السيروتونين ها ممكن يعمل ايه؟ ديبريشن. كل دي عيوب ده لسه. كمان لقينا ان الالفا بسايد دوبا هو نفسه ممكن يبقى بنسميه كده حاجه زي هابتن او انتجين، فيبدا استيميوليت الجهاز المناعه بتاع العيان، ويبدا بقى يعمل له ايه؟ يبدا يعمل له حاجه تشبه بعض الامراض المناعيه، فيبدا يعمل له اوتو اميون هيموليتيك انيميا. يعني ايه هيموليتيك؟ الار بي سيست اتكسر، هو كسرها ليه؟ هو مسك عليها فخلى الجسم شافها ايه؟ حاجه فورين مكسرها. ممكن يعمل هيباتايتس. هيباتايتس برضه اوتو اميون، وقف عليها ودخل جواها وخلى الجسم يشوفها فيبدا الجسم يهاجمها. ده ممكن يعمل حاجه اسمها لوبس لايك سندروم، ده برضه واحد من الامراض المناعيه اللي ممكن نشوفها. فمشاكله كلها هي كده، انه بيقلل الترانسميتر وبينبه جهاز المناعه كمان، فممكن جهاز المناعه ده يدخل العيان بقى في هيموليتيك انيميا، يدخله في هيباتايتس في الصوره تشبه اللوبس. طبعا اللي هيشوف كل الكلام ده يقول لي ايه؟ مبدئيا ده ما بلاها من اكثر مثال حقيقه. رغم كل المشاكل دي ولكن اللي موقفه على رجليه حاجتين لحد دلوقتي، ان هو نمره واحد في الهايبر تنشن ويز بريجنسي، نمره واحد عشان كرونيك. نمره اثنين، من ضمن الاوبشنز اللي ممكن استعمله في مريض اللي عنده هايبر تنشن ورينال امبيرمنت، هو مش نمره واحد، لكن ساعات بيجي لك عيان تقعد تديله ادويه الضغط والضغط مش بينزل، خلاص بقى تضطر تلجا لايه؟ للحاجات القديمه دي. فهو لحد النهارده ممكن يضاف في ريجيم بتاع هايبرتنشن، بس هو مش نمره واحد، لكن اللي مخليه واقف على رجليه وموجود في السوق هايبرتنشن ويز بريجنس، بقى له مده كبيره بيستعمل، السيفتي بتاعته عاليه قوي، ما بيعملش مشاكل للبيبي، فبقى مضطر. طبعا طلعت حاجات ثانيه بتستعمل دلوقتي، لكن السيل لحد النهارده موجود في السوق لهذا السبب الرئيسي بتاعه، رغم كل المشاكل. برضه عايز اقول حاجه مهمه، الادفرس افكت مش معناها انها هتحصل في كل الناس، ومش معناها انها لازم تحصل، فيعني ما حدش يتخيل ان الادفرس افكت دي كلها هتحصل مع المريض. اوكي؟ لكن اللي موقفه على الايه هو هايبرتنشن ويز بريجنس. اه ممكن يجي له فايبرتنشن اه بس مش نمره واحد. ساعات مثلا رقم اربعه، عيان ماشي على ثلاث ادويه ومش مستجيب. عيان مثلا عنده رينال امبيرمنت، بتديله احسن ادويه في رينال امبيرمنت، بس لسه مش ريسبوندنج زي ما انا عايز، ممكن وظيفة. فهو رغم مشاكل دي كلها ستيل ممكن يستعمل في بعض الحاجات الهايبرتنشن، وخصوصا هايبرتنشن ويز بريجنس. ده اللي موقف الالفا بسايد دوبا على رجلي. طيب الكلوريدين بقى بيستعمل في ايه؟ تعالوا نشوف الكلوريدين.
علشان الناس اللي بتاخد كلونيدين بيبقى صعب قوي يبطلوه، الشيب ده بيدمنوه، فيعني استعماله تراجع شويه. طب هنستعمله في ايه؟ بالعقل كده، هو بيعمل ايه في السمباثيك؟ بيقلل السمباثيك. اوكي؟ اي عيان جاي لي عنده زياده في السمباثيك ممكن استعمل معاه الكلونيدين. تعالوا نشوف ممكن نستعمله في ايه. نمره واحد، في حاجه اسمها اللي هي البوست مينوبوزال سندروم. طبعا دلوقتي بقى موجود منه بره باتش بقى ولزقه وحاجات كده. ايه البوست مينوبوزال سندروم ده؟ في بعض الفئات لما بتوصل للمينوبوز بتبدا تخش في زياده في السمباثيك، تبدا تجيلها اعراض ايه؟ انكزايتي وشويه تريمورز وكولد سويتنج، وده كده بيبقى زياده في السمباثيك عندك. فالبوست مينوبوزال من طبعا في علاج هرمونال، يعني ساعات بندي هرمون، لكن من ضمن الحاجات اللي ممكن تستعملها علشان تقلل السيمبتومز اللي هو الكلونيدين. فالبوست مينوبوزال ده في زياده في ايه؟ زياده في السمباثيك، فالكلونيدين ممكن يشتغل في الجزء ده. نمرة اثنين، وانا بعالج مريض مدمن لهيروين او مورفين او اي حاجه من الاوبيويد، احنا يعني فكره كده وانا بعالج عشان اقلل الوزرول مانيفستيشن، وانا بعالج مريض اللي هو مدمن مثلا لهيروين انا كنت بديله حاجه لو تفتكروا اللي هو الكروس توليرانس، فاكرين؟ كنت بدي حاجه تشبه ايه؟ تشبه المورفين او الاوبيويد او لحد ما يبقى ستيبل، صح؟ وبعدين ببدا اعمل ايه في الدراج ده انا بديه له ده؟ اسحبه برادوال. بس حتى وانت بتسحبه برادوال لازم هيبقى في شويه ايه؟ ويزدرول مانيفستيشن. طب الويزدرول مانيفستيشن دي هو الهيروين سي ان اس ديبريسنت، ها؟ فانت لما تيجي تسحب يبقى الوزدرول ايه؟ العكس، فتبص تلاقي في زياده في السمباثيك وانت بتسحب. انت خلاص بتسحب الدواء اللي هو المفروض ان انت تديه للعيان عشان يبقى ستيبل، وبعدين تبدا تسحبه. وانت بتسحبه في وزدرول ولا مفيش؟ في اعراض سحب. تدي مين؟ تدي الكلونيدين. طيب ممكن اديه في المجرين، فكركم بالمجرين. المجرين ها كان في ريليز لميدياتور، صح؟ يبدا بسيفير ايه؟ وبعدين ها فازو دايلاتيشن كده في هيدك. هنا في ريليز اوف ترانسميترز دي اللي بتبدا الاحتياج. طب حد يقول لي هيبقى في المجرين تريتمنت ولا بروفيلاكتيك؟ بروفيلاكتيك. ليه؟ بما انك هتمنع الريليس اوف ميديتور فهتمنع الاتاكمنت انها تحصل، صح؟ الكلونيدين هيعمل ايه في الميديتور؟ هيمنع الريليس اوف ميديتور. يبقى انت عملت ايه في الاتاك؟ منعت الاتاك قبل ما تحصل. فده يبقى اسمه بروفيلاكتيك ولا كيوراتيف؟ يبقى بروفيلاكتيك انجرين. يبقى لحد دلوقتي البروفيلاكسيك انجرين انا استعملت البيتا بلوكر واستعملت برضه الكلونيدين، فهو بروفيلاكسيك انجرين. من ضمن استعمالات الكلونيدين ممكن نستعمله طبعا حاجه اسمها هايبرتنسيف ايرجنسي، يعني برضه الضغط عالي شويه وهنا برضه ممكن اديه، لكن هو في الهايبرتنشن عامة. ايه تاني استعمالات الكلونيدين؟ ممكن استعمله في حاجة اسمها اللي هي الدايريا في عيان عنده دايابيتس.
يعني ايه باسيف دايريا، نيورو باسيف دايريا، دايابيتس، سميها زي ما تسميها، بس هي دايريا مش اي دايريا في مريض الدايابيتس. هو الطبيعي في مريض الدايابيتس يبقى عنده دايريا ولا كونستيبيشن؟ العيان اللي عنده كوليوريا ميه كتير يبقى عنده ايه؟ كونستيبيشن ولا دايريا؟ كونستيبيشن. مريض الدايابيتس الطبيعي اللي عنده هو بيفقد ميه كتير يا جماعه، وكل اللي بيفقد ميه كتير يبقى جالي ستون هارد هيبقى عنده ايه؟ عنده كونستيبيشن. مريض الدايابيتس بقى بعد فتره من الدايابيتس بيبتدي يحصل حاجه كده بنسميها دايابيتك نيوروباثي، يعني يبدا يحصل مشاكل في الاعصاب بتاعه العيان ده. من ضمن السيلز هو ليه بينفع في الدايريا بتاعت الدايابيتس؟ انا بقول سيلز ما قلتش فات، لان لحد دلوقتي مش فاهمينها قوي. وسبب الدايريا في الدايابيتس لا ده ممكن يتقال فيها محاضرات، فلحد النهارده احنا مش عارفين بالظبط، كلنا بنقول في سيلز يعني. ففي الدايريا ده فلقينا ان بعض ممكن يكون سببها ان في نيورون في الجي اي تي شغال لوحده بدون ايه؟ بدون ما يكون في حاجه بتشغله، وهو بيبقى مزود السايكليك اي ال بي في الجي اي تي. ولما بيزود السايكليك جي ام بي الاي ام بي في الجي اي تي ده بيعمل دايريا. تاني الدايريا بتاعت الدايابيتس الله اعلم سببها ايه؟ انا بقول من اول الله اعلم مش عارفين لحد دلوقتي، فيها سيلز كتير من ضمنها انه نيورون شغال مع نفسه لوحده عمال يطلع بديته معينه والسايكليك ايه اللي فيه ده زي وعامل دايريا. فاحنا هنا بندي كرونيدين، هو ده نيورون شغال مع نفسه ها بيطلع ترانسميترز من غير ما حد يقول له طلع، هو متبرع انه يطلع. فالكرونيدين هنا بيعمل ايه؟ يبدا يقلل الريليس اوف ترانسميتر. ده لو هي اللي انا بقوله ده صح معرفش، لكن لما اتجرب جاب نتيجه مش وحشه، فخلاص بقى من ضمن ممكن يخش في الاستراتيجي بتاعه علاج الدايريا بتاعت مين؟ ده مش اي دايريا، مش هتجيب اي دايريا، في الدايريا بتاعت الدايابيتس فقط. كمان ممكن نستعمل الكلوريدين في الجلوكوما. طب هو في الجلوكوما بقى اشتغل ازاي؟ برضه الله اعلم. معلش انا يعني ما بحبش اهل دكتور. الله اعلم انه فعلا لحد دلوقتي احنا مش عارفين. هو احنا حاطين الكلوريدين وطى ضغط العين. طب تعالوا بنحاول نفصل. ففي ناس تقول لك هو انت كده بالكلوريدين عملت ايه في السيمباثيتك؟ ها؟ قللت فمين اللي خد الابر هاند؟ والبارا المفروض لما بتشغل البارا الدرينج بايه؟ بيزي. احتمال انا بقول احتمال ما اعرفش عشان ما حدش يسالني اللي بتقوله ده ما اعرفش. في ناس بقى بتقول حاجه ثانيه، لا ده هو بيشتغل على الفورميشن. الفورميشن طب بيشتغل ازاي على الفورميشن؟ لا انت لما بتحطه بقى في العين في الالفا 2 ريسبتور اللي في العين ممكن تعمل فازو كونستريكشن فيقلل الفورميشن. ما اعرفش بمنتهى الامانه مش عارفين سبب شغله في الجلوكوما، ولكن بقى في حاجه اسمها النهارده ابراكلونيدين، وده بقى من الادويه المشهوره قوي قوي في علاج الجلوكوما. ودي فات ما نقدرش ننكرها، لكن كميكانيزم مش عارفين قوي ازاي يشتغل في علاج الجلوكوما. كويس، يبقى تعالوا كده بقى نسمرايز الالفا 2 الالفا 2 اجنس عندي دوائر. الفا ميثايل دوبا وقلنا ان هو بيتحول في الجسم الى الفا ميثايل نور ابنفرين اللي هو بيشتغل الفا 2 اجنس، بس حط عليه بقى ان هي بتاثر لي على ايه؟
على سنسز اوف اذر ترانسميتر زي مين؟ زي الدوبامين والسيروتونين، وكل ده بيعتبر ايه؟ ادرس افكتيف. الكلونيدين ده بيور سنترال الفا 2 اجونست، يقلل السمباثيك سنترالي وحتى كل استعمالاته اهو شايفينها، وبيقلل النور ابنفرين ريليس وبيقلل الريليس، يعني بيور الفا 2 اجونست ما فيهوش اي حاجه اضافه عليه. الادرس افكت مشتركين في ايه؟ ها؟ مشتركين في السيديشن، مشتركين في البراديكارديا، مشتركين في الدراي ماوس، مشتركين في السكشوال ديسفانكشن، مشتركين في السورت اند ووتر ريتنشن. حط على الكلونيدين ها الريباوند هايبرتنشن اللي هو لو وقفته فجاه هتزود على الالفا مثال الدوبا بقى، نقص الدوبامين يعمل حاجتين باركنسون وهايبربروتينيميا للمين وفي التين، نقص السيروتونين دخله في الدبريشن. حط بقى بعض انواع الامراض المناعيه اللي ممكن يعملها الالفا مثال الدوبا اللي هو بقى هيموليتيك انيميا وهيباتايتس و لوفس، كل ده ممكن يحصل منه. طب يعملوا كل المشاكل دي لسه بتستعملوا؟ اه لسه بستعمله مضطر. واقف على اثنين سبب واحد ما تنسوهوش، هو هايبرتنشن ويز بريجنس. السبب الثاني ممكن بس هو مش نمره واحد في الرينال امبيرمنت، ممكن الجا له في بعض عيانين الهايبرتنشن لو العيان مش مستجيب معايا لاي دواء خالص. الكلونيدين بقى استعمالاته ايه؟ اول استعمال كلاسيك هو الهايبرتنشن او الهايبرتنسيف ايرجنسي. الايرجنسي دي يعني بتبقى حاله بسيطه شويه، يعني ممكن يوطي الضغط كده بالراحه ما بقاش مستعجل قوي، مش مهم الديفينيشن بتاعها دلوقتي. اي حاله فيها زياده في السمباثيك زي مين؟ بوست مينوبوزا، وانت بتعمل ويزدرول فعيان المدمن للهيروين او المورفين وانت بتسحب بقى منه الدواء لازم هيخش في شويه سمباثيك عالي، تبدا تدي الكلونيدين. ممكن تدي الميجرين بروفيلاكسيس ولا كيوراتيف؟ بروفيلاكسيس، ما خدناش حاجه كيوراتيف. بتبروكا الكلونيدين يبقى ايه؟ يبقى بروفيلاكسيس الميجرين. ممكن ادي في الدايريا بتاعك ها؟ الدايابيتس والله اعلم بالشغل ازاي؟ ممكن اديه في الجلوكوما وبرضه ما احناش عارفين قوي بيشتغل ازاي. انا بقول سيلز، الاثنين الاخرانيين دول انا بقول سيلز عشان ما حدش يبقى متاكد ان انا بقوله قوي. انا ببقى حريص ان انا لو معلومه فيها كده لخبطه ببقى حريص ان انا اقول عشان ما حدش يبقى متاكد.